يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها حاضت في أول أسبوع من رمضان ثم رأت الطهر ثم نزل دم بعد ذلك لونه لون دم الحيض لكن ليس له رائحة هذا دم الحيض، واستمر معها أسبوعا، فهل يعتبر من الحيض؟ نعم، ما دام أنه مثل الحيض في لونه ورائحته فهو حيضة أخرى، لا حد للطهر بين الحيضتين، يكون ما بينهما إلا زمن يسير.